الاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية على رأس أولويات الدولة المصرية، عشان كده النهاردة هنتكلم مع حضراتكم وهنناقش تفاصيل معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية اللي بيقام حاليا في ساحة سيدي أبو الحجاج في محافظة الأقصر، وبيضم أنواع مختلفة من الحرف. انطلق أو أول أيامه كان 25 يناير ومستمر حتى 8 فبراير المقبل. تفاصيل أكتر عن المعرض بينورنا في الاستوديو الأستاذ صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزاره التضامن. اهلا بك يا استاذ صبري، صباح الخير. اهلا يا فندم، واهلا وصباح الخير على اهل مصر كلهم. اهلا بحضرتك. الفعاليات اللي بيضمها المعرض والمنتجات والاختيار كمان العارضين او المشاركين في المعرض الموجود دلوقتي في الاقصر، يعني دينا تفاصيل اكتر كده عن المعرض ديارنا. في البدايه طبعا انا بشكر حضراتكم على الدور الاعلامي اللي بتقوموا بيه. معرض ديارنا او انا بعتبره مشروع من ضمن مشروعات الوزاره اللي الهدف منه هو كمنصه تسويقيه مباشره لمنتجات الحرف اليدويه وصغار الصناع والمشروعات الصغيره. مشروع ديارنا او معرض ديارنا المفروض ان احنا يعني لينا مستهدف خلال العام. الفتره السابقه كنا يعني بنعمل 3-4 معارض في السنه، حاليا دلوقتي بنوصل لل 20 وال 25 وال 30 معرض. على طبعا توجيهات مع الوزيره ان احنا نهتم بقضيه التسويق، لان في اسر وفي منتجات موجوده في المحافظات الحدوديه والمحافظات الجنوب والشمال، المفروض ان احنا بنساعدهم على التسويق لان هم ما عندهمش القدره على ان هم ينزلوا يتحملوا تكاليف هذه المعارض او العرض في اي مكان في اماكن اخرى. يمكن حاليا دلوقتي معرض ديارنا مقام في محافظه الاقصر في ساحة أبو الحجاج، طبعا على مساحة 1200 متر، بادئ من يوم 25 لحد يوم 8 مع نهاية أجازة نص السنة. كم عارض بيضم المعرض تقريبا أبرز الحرف اليدوية المشاركة؟ المعرض بيغطي حوالي 100 عارض. الحرف معانا أكتر من 8 أو 10، يعني بنوصل ل10 محافظات معانا مشاركين معانا، محافظات متنوعة، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الأسوان، الأقصر وغيرها وسوهاج. المنتجات الموجودة طبعا منتجات حرفية كلها صديقة للبيئة. المفروض ان دي يعني او ده توجه. زي ايه؟ عندنا مثلا منتجات أخميم اللي هي بتبقى من الكتان، عندنا الخوص، عندنا الخزف، عندنا الشغل الألباستر. السايح دايما بيهتم بالحاجات دي. ايه اكتر المنتجات اللي بيبقى عليها اقبال من السياح؟ والله دايما الهدايا او الحاجات اللي بتحتاج حرفيه عاليه هي اللي بيبقى لي، يعني المنسوجات من الحاجات اللي بتتميز بيها الحرف اليدويه، الشغل الاباستر اللي هو الحاجات التحف اللي بتبقى معموله، السايح بيهتم قوي بانتقائها. والى جانب برضو في ناس بتحب من اهل مصر اللي هم قادرين بيقدروا يشتروها. في عندنا الشغل الصدف، طبعا احنا بنتميز بالحرفيه العاليه، او عندنا بعض الصناع المهره وفي اسر اتعلمت ويمكن ده اداهم دافع ان هم يبقوا منتجين ويحاولوا يساعدوا نفسهم ويساعدوا غيرهم، لان كل حرفي من دولة ممكن يكون شغال معاه 5-6 اسر وممكن يوصل ل10 اسر شغاله معاه، فبتحاول ان احنا نسوق لهم عشان يبقى في انتاج اكتر، يبقى في تميز اكتر. طب حضرتك بتقول في تقريبا 100 عارض مشارك في المعرض الموجود في الاقصر دلوقتي، بتختاروهم على اي اساس؟ وهل ال100 دول متغيرين؟ يعني كل معرض بنشوف او بنساعد يعني عارضين مختلفين بحيث نوصل لاكبر عدد من العارضين ونساعدهم على التسويق؟ طبعا لازم اكون واضح مع حضرتك ان احنا دايما بنهتم بجوده المنتج في المقام الاول، اهم شيء طبعا، لان المنتج اللي مش قادر يسوق نفسه بيبقى صعب تسويقه. فانا مش هينفع اعمل معرض واجيب منتج غير قابل للتسويق. فعشان كده المعرض ليه استماره بتنزل، الناس يعني العارضين بتسجل على مستوى الجمهوريه، اللي عاوز يقدم بيقدم. بنيجي نختار بضاعه على معايير، يعني ما ينفعش برضه اعمل معرض كله خزف او كله مثلا بالظبط كده. فباخد نوعيات معينه بحيث ان انا يبقى المعرض فيه تشكيله متنوعه من المنتجات تليق باسم مصر، وفي نفس الوقت تكون ذو جوده عاليه وتسوق نفسها. لكن حته ان انا بستمر على عارض واحد، لا، انا كل معرض بنزل الشروط بالظبط كده، بنزل الشروط والمواصفات اللي احنا عاوزينها وايه الاجراءات اللي هتتم، وبيقدموا وبناء على كده بنختار وننتقي ما بينهم.
طبعا بناء على اهم يعني بعض النقط اللي احنا طبعا مع الوزيره مديانا معايير معينه بنشتغل عليها. فعشان كده احنا حاليا دلوقتي يمكن بنجهز كمان لمعرض مثلا في التجمع الخامس. فبدانا نشتغل عليه وبدانا ننزل استماره بتنزل على موقع الوزاره وفيها ده هيكون امتى؟ ان شاء يعني الله هيبقى في شهر يعني نهايه شهر 2 وبدايه شهر 3 ان شاء الله. انتوا بتعملوا يعني تقريبا كل ما معرض يخلص بتبداوا في اللي بعده على طول. قبل الاقصر كان فين المعرض؟ كنا عاملين معرض خلال فتره اعياد الكريسماس واعياد الاخوه المسيحيين في مصر. يمكن ده كان يعني كان في البحر الاحمر على الممشى السياحي في مدينه الغردقه. اول يعني بعد ما خلصنا اختياركم كمان للاماكن اللي بتقام فيها المعارض بالتزامن مع مواسم يعني زي حضرتك بتقول كده انتوا اخترتوا فتره اعياد الكريسماس وبعدين دلوقتي الاقصر دلوقتي مشتى ودلوقتي مزار لكتير من السياح. ايه معاييركم او اسباب اختيار الاماكن المختلفه يعني بتهمه الجمهوريه؟ دايما بننظر لفكره تواجد وافدين او زائرين او زي ما انت حضرتك بتقولي كده منطقه جذب. يعني احنا كنا في الصيف قعدنا اكتر من 60 يوم في منطقه الساحل الشمالي بجوار مدينه العالمين في منطقه مارينا. المعرض كان محقق شغل عالي جدا، تسوق فيه منتجات كثيره جدا لصالح العارضين. طبعا احنا في المقام الاول الوزاره بتدفع عشان بس يعني الامور واضحه اكتر من يعني بتدفع 95% من تكلفه المعرض الوزاره بتتحملها، وبالتالي هي الدوله يعني هي الدوله ممثله في الكيانات او في المؤسسات العامه بتاعتها. كل اللي العارض ممكن يكون بيساهم فيه 5% اللي هم اجراءات التشغيل فقط لا غير، لكن الوزاره بتدعم. الفتره اللي قعدنا فيها في الساحل الشمالي كان المعرض قائم، تم في ناس كتير قوي يعني خلصت منتجاتها ورجعت محافظاتها عشان تعمل تستعد للمعرض اللي بعده. ويمكن دي بتبقى فرصه ان احنا نعمل يعني كمنصه تسويقيه مباشره، لان البيع المباشر برضه ليه جاذبيته وليه زبونه. حاليا دلوقتي احنا بنهتم بفترات كريسماس وفتره اجازه نص السنه، لان دي تواجد زائرين اجانب والسياح في مصر، ودي اماكن بيبقى فيها توافد. فعشان كده احنا بنهتم بنشتغل على الجانب المصري والجانب الخارجي برضه. وحاليا دلوقتي لينا معرض او احنا واخدين جزء من معرض في القرية العالمية في دبي باسم برضه وزارة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا. احنا بنساعدهم كمان يسوقوا بره مصر. بالظبط، احنا بنحاول اي باب او اي سبيل ان احنا نساعد الاسر المصرية. لان انا عندي اسر منتجة بتنتج في البيت في المحافظات اللي هي الحدودية دي او الصحراوية او في الجنوب او الشمال، ما بتبقى يعني بالنسبة لها عشان تنزل تدور على معرض تكلفة عالية عليها. فاحنا بنتبنى الفكرة والوزارة خاصة لو صاحبة الحرفة دي ست بيت مثلا وعندها بيت بترعاه وعندها أولاد، فبتبقى صعب فكرة إن هي تنزل من بيتها. هي بتشتغل الحرفة اليدوية جوه البيت وأنتوا بتساعدوها إن هي تسوق وتدير دخل على الأسرة. شكرا جزيلا ضيفي الكريم الأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن، شكرا لحضرتك. ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم أنا المصري عن المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الأسبق في ذكرى وفاته. هنتوقف عند أبرز محطات حياته في أنا المصري.